موضوع حلقتنا لليوم هو الأمراض المنقولة جنسياً. خليني أنوركم بشوية معلومات. بتعرفوا أنه كل يوم في أكثر من 1,000,000 حالة من أنواع العدوى المنقولة جنسياً حول العالم؟ بتعرفوا أنه منظمة الصحة العالمية قالت أنه في سنوياً 375 مليون إصابة جديدة؟ بس أكيد كثير منكم استغرب أنه يعني هذا أرقام عالمية، إحنا شو بهمنا؟ إحنا مجتمعنا محافظ يعني، وضلش عندكم مواضيع تحكوا فيها للمراهقين إلا الأمراض المنقولة جنسياً؟ خلينا نسمع شو تعريف هذا المصطلح ونرجع. الأمراض الجنسية المنقولة اللي هي الأمراض اللي بتنتقل عن طريق العملية الجنسية، بس برضو ممكن تنتقل عن طرق أخرى اللي هي منها نقل الدم أو من الأم للجنين خلال فترة الحمل. صحيح اسمها أمراض منقولة جنسياً، ولكن زي ما سمعتوا ممكن تنتقل بطرق أخرى كثيرة مش جنسية، وحتى جنسياً ممكن تنتقل من أحد الزوجين للزوج الآخر. يعني هذا الموضوع مهم للكل، وهذا الموضوع الكل معرض ينصاب فيه، مش بس زي ما الناس بتتخيل وناس بتفكر إنه هذا بس بصير الناس اللي عندهم علاقات جنسية متعددة كثير. إن شاء الله ما حد منكم بيحتاج وما يصير مع حدا إشي، ولكن لو لا سمح الله صار مع حدا منكم إشي، هاي الحلقة عشان تدله وترشده وتساعده. في قصة ما عمري راح أنساها، أيام ما كنت طالب طب راجعتنا أم كان منقول لها مرض جنسياً عن طريق زوجها وهي ما كانت تعرف أي إشي عن الموضوع. كثير ناس بيفكروا إنه الأمراض المنقولة جنسياً هي فقط الإيدز أو الإتش آي في، طبعاً لا، في كثير أمراض تانية. برضو بنفكر هل هاي إلها علاج؟ بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية 4 من أكثر الأمراض شيوعاً إلها علاج، و4 ثانيين من أكثر الأمراض شيوعاً قابلة للتعايش معها. ولكن هذا مش معناته إنه نأخذ راحتنا وخلاص، ما العلاج موجود يعني إحنا نأخذ راحتنا ما فيش داعي نخاف. بضل الحماية والابتعاد عن المسببات والوقاية هي رقم واحد. كل الناس معرضين انهم ينصابوا بهاي الامراض باختلافهم، شو ما كان لونهم، جنسهم، عرقهم، عمرهم، كل الاختلافات كل الناس معرضين. ولكن للاسف ما عندنا احصائيات تدلنا على اعداد الحقيقيه الموجوده في الاردن لهاي الامراض، والاسباب كثيره، اهمها انه الفهم لهاي الامراض والمصابين فيها منقوص. فهذا الفهم المنقوص بخلي العمليه للرصد وللفحص وللعلاج ولكل شيء صعب جدا. فاحنا نكتفي انه نقول انه هاي الامراض موجوده. العدوى أو الأمراض المنقولة جنسياً في منها بيكون سببها بكتيريا زي الكلاميديا أو الجونوريا، وفي منها طفيليات زي ترايكومونا، وبنفس الوقت ممكن فيروسات كمان زي الهيومن بابيلوما فيروس، الهيومن إيميونو ديفيشنسي فيروس، والهربيز فيروس. من أعراض الأمراض المنقولة جنسياً إنه ممكن يطلع عنا تقرحات أو بثور في المناطق التناسلية أو الشرجية أو الفم. برضو ممكن يصير في حرقة أثناء التبول. برضو في من الأعراض إنه ممكن يصير إفرازات في المناطق التناسلية قد تكون عادية أو لها ريحة. ممكن يصير في حمى وارتفاع درجة الحرارة وطفح على الجسم كله. كثير ناس بنصابوا ما بيطلبوا المساعدة وبيحاولوا يخفوا هذا الموضوع لأنه ببساطة مربوط في مخهم بس في النشاط الجنسي، فبالتالي إذا بدهم يطلبوا مساعدة راح يشعروا بالخزي والعيب والعار. الناس بيخافوا من الفحص لأنه ببساطة بيتوقعوا إنه معلوماتهم رح تنتشر ورح يصير في فضيحة كبيرة، مع العلم إنه في أماكن بيقدر المصاب يعمل الفحص فيها مع الحفاظ على سرية وخصوصية المريض. للأسف المعلومات المغلوطة اللي عندنا نتيجة ضعف الثقافة بالصحة الجنسية والإنجابية وعدم وجودها في المناهج أساساً. مثلاً في عام 2015 بينت دراسة إنه 70% من الشباب ما عمرهم سمعوا بالأمراض المنقولة جنسية. إذا ثبتت الإصابة بالفحص الطبي اللي هو عبارة عن فحص دم أو بول، هون تبدأ رحلة العلاج، ورحلة العلاج رح يكون في فريق طبي يساعدوكم بأي إشي ممكن يلزمكم، حتى إذا احتجنا إبلاغ الأهل والتواصل معهم لإشراكهم في العملية العلاجية، فريق الطبي رح يساعدكم في عمل هاي المهمة، إنهم أهلكم يقدموا لكم كل إشي ممكن تحتاجوه. وإنتوا يا أهل، إذا انتبهتوا الأعراض ممكن تكون منقولة جنسياً، تذكروا إنه الأولوية والمهم هو العلاج، مع مراعاة الحالة النفسية والجسدية لأطفالكم، وإذا شكيتوا إنه ممكن هاي الأعراض تكون ناتجة عن اعتداء جنسي، هنا يجب العمل مع المختصين. بالنسبة لفيروس الإيدز أو الـ HIV أو نقص المناعة البشري، هو عبارة عن فيروس. هذا الفيروس موجود تقريباً في كل سوائل الجسم، ولكن نسبة الفيروس في سوائل الجسم مختلفة. مثلاً اللعاب والتعرق والدموع والبول، هاي سوائل نسبة الفيروس فيها قليلة جداً. أما بالنسبة للدم، للسائل المنوي، الإفرازات المهبلية وحليب الأم، هاي سوائل فيها نسبة الفيروس عالية، فاحتمالية الإصابة ونقل العدوى عن طريقها عالية. عشان هيك عدوا على إيدكم. الممارسة الجنسية غير المحمية، مشاركة الأدوات الحادة أو الثاقبة للجلد، الرضاعة الطبيعية، نقل الدم، كل هاي طرق تعتبر من طرق نقل العدوى.
الفيروس ما بنتقل عبر الأسطح، ما بنتقل في المسابح، ما بنتقل إذا استخدمنا نفس الحمام، ما بنتقل إذا استخدمنا نفس المطبخ. حتى إذا شفت حدا في الشارع معاه فيروس الإيدز وسلمت عليه بالإيد وتحاضنته وتباوسته مش راح ينقل لك العدوى. كثير ناس من المصابين إذا التزموا بالعلاج بشكل منتظم راح ينزلوا نسبة الفيروس بجسمهم بشكل كثير كبير، فراح يوصلوا لمرحلة حتى الفيروس ما يبين بالفحص، فهذا معناته أنهم هم ببطلوا يعني. مع أخذ العلاج وعمل فحوصات مستمرة عشان نتابع نسبة الفيروس، ممكن المريض يوصل لمرحلة بنسميها مرحلة التعايش، اللي فيها بيقدر يتجوز، بيقدر يخلف، بيقدر يشتغل ويعيش حياته بشكل طبيعي بدون ما أي إشي يمنعه. هذا مش معناته أنه الموضوع سهل، الموضوع خطير، ولكن إذا اكتشفناه بكير ممكن نسيطر عليه بشكل أسرع. فعشان هيك ما بدنا تمييز أو تنمر ضد الناس اللي معهم المرض. التمييز والتنمر والوصمة الاجتماعية ما راح تساعد إلا أنه يزيد الانتشار وتزيد المضاعفات. وأرجوكم ما حدا يخاف أنه لما إحنا نوعي في هاي المواضيع أنه إحنا بنخرب أخلاق المجتمع، بالعكس المعلومات والمعرفة بتساعد في الوقاية والحماية وبتحد من الانتشار وبتخفف من الممارسات الخطرة وبتقلل من أي ضرر. أعراض الأمراض المنقولة جنسياً ممكن تختفي وترجع تظهر مع الوقت، ولكن إذا اختفت مش معناته أنه المرض راح. عشان نعرف أنه المرض راح بدنا نعمل فحوصات مخبرية باستمرار. طيب إحنا شو خسرانين لو رحنا راجعنا الأطباء؟ الأطباء راح يساعدونا في الوقاية، في التشخيص، في الفحص وفي العلاج. هذا الموضوع مش موضوع سهل، الموضوع خطير، ولكن إذا سبقناه بخطوة واحدة بس كثير ممكن يخفف علينا تعب وجهد ومعاناة. وتذكروا في نهاية كل ممر هناك أمل وهناك نور.